مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم على الهواء مباشرة لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التعليم الدكتور طارق شوقي. عن القضايا دي وليست عن قضايا مش في الليست ولا قضايا شخصية، يعني مش هنتكلم هنا، مش المكان المناسب نتكلم عن قضية شخصية أو المدرسة الفلانية اللي في المنوفية، مش حاجات زي كده، يعني هنا بنتكلم على الأسطورة الكبيرة. طيب احنا عاملين المؤتمر ليه؟ الأول عشان ناس كتير بتسألنا ها عملتوا إيه؟ خلصتوا إيه؟ إحنا بنسمع وعود، فين الإنجاز؟ حاجات زي كده، فهنستعرض اللي تم عمله أو بيجري تنفيذه، ونحاول نشترك معاكم في الوقت في كل حاجة من دول هتخلص إمتى؟ وبعدين نوضح الهدف من المشروعات دي عشان في مساحة كبيرة من المشروعات، ونديكوا صورة متكاملة نشوف الحاجات دي بتركب إزاي مع بعض. وصورة عن قضايا بتهم الرأي العام، سواء كانوا أولياء الأمور أو الطلبة أو المعلمين أو الرأي العام عموما، لأن في معلومات كتيرة جدا لو إحنا ما اديناش المعلومات الناس بتخمن، أو في ناس بتروح قايلة حاجة ويحصل جدل كبير جدا وهي مالهاش أساس خالص، فإحنا بنحاول قدر الإمكان يعني نعمل كده. وبنحاول برضو نتعرض لمخاوف مشروعة من بعض الأفكار الجديدة، مجرد أفكار طرحناها أثارت مخاوف كتير، فعاوزين نرد عليها ونوضح برضو للناس الفرق بين الحوار المجتمعي، معناه إن إحنا بنعمل حاجة مع بعض. ساعات بنقول فكرة لسه هنشتغل عليها، الناس بتتخيل إنها قرار ويطبق من بكرة، ففي فرق بين الأفكار وبين القرار. ممكن طبعا ما نقولش الافكار لما تخلص، بس احنا ما بنلاقيش حل مثالي الناس تتفق عليه، لو ما قلناش هيقولوا لنا انتوا مش عارفين بتعملوا ايه وما عندكوش رؤيه، لو قلنا طب فين الحل، وهكذا. المهم عشان يبقى الكلام في سياق، احنا كلنا في الحكومه بنشتغل من داخل رؤيه التنميه المستدامه اللي كنا بنتكلم عنها في مؤتمر الشباب في اسكندريه الاسبوع اللي فات، وزي ما حضراتكم سمعتوا في المؤتمر بتاع اسكندريه نفكر نفسنا يعني ان الرؤيه دي بتستهدف انه على عام 2030 يكون في اتاحه، كلمه اتاحه كلمه اساسيه هنا، اتاحه التعليم والتدريب للجميع بجوده عاليه دون تمييز زي ما هو مكتوب، وفي اطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن، وان يكون مرتكزا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيا وذهنيا وتكنولوجيا، وان يساهم التعليم في بناء الشخصيه المتكامله واطلاق امكانياتها الى اقصى مدى للمواطن المعتز بذاته ومستنير وممتع ومسؤول وقابل للتعدديه، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، شغوف ببناء مستقبلها، وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الاقليميه والعالميه. كويس، ده هدف صعب طبعا، كل كلمه فيه ليها معنى واشتغل عليها ناس كتير جدا، وهدفنا بقى من كل اللي هتشوفوه بعد كده هو الوصول الى الهدف ده من طرق كتير. لو لخصنا الهدف ده هنلاقي يطلع منه موضوع الاتاحه، موضوع الجوده، وموضوع التنافسيه. دول الثلاث اهداف الكبيره. طيب نبتدي الاول نتكلم عن الفريق الحالي من المساعدين والمعاونين والمستشارين، وده فريق بيتغير باستمرار او ممكن يضاف اليه يعني. طبعا ده كله عشان يساعدنا ويساعد الكيان الاساسي للوزاره اللي هو رؤساء القطاعات ورؤساء الادارات المركزيه، كل الوزاره هي الاساس والمجموعة اللي حواليها جاية تساعد، ونشتغل كلنا مع بعض كفريق واحد. فأعرفكم بالمجموعة الجميلة اللي موجودة حواليا، الدكتورة دينا، ممكن تقفي بقى كده نشوفك بس. دكتورة دينا عميد كلية التعليم المستمر وأستاذ تقييم وممارسة في الجامعة الأمريكية. دكتورة دينا ليها تاريخ كبير كخبير للتقييم، اشتغلت في البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب، واشتغلت كرئيس للجمعيه العالميه للتنميه المهنيه لمعلمي اللغه الانجليزيه تيسول. دكتور دينا حصل على الدكتوراه في التربيه والتقويم من وولفرهامبتون بكالوريوس كيمياء، وماجستير علوم من الجامعه الامريكيه بالقاهره. دكتوره دينا ليها دور كبير جدا في موضوع الاسسمنت، موضوع التقويم.
نيلي الزيات اشتغل في التعليم الدولي حوالي 18 سنة، وتحديدا في سياسات التعليم، في البوليسي وفي إدارة المنح الدراسية وإرشاد الطلاب وتصميم المناهج والتعلم المرتكز على الطالب اللي هو هدف الرؤية، بالإضافة إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم وطلبات سوق العمل، وهي شريك مؤسس لشركة نيوتن للخدمات التعليمية، بتقدم خدمات للطلبة اللي عاوزين يعملوا سكولرشيبس. نيلي خدت ماستر في الانترناشونال بوليسي أو سياسات التعليم الدولي من جامعة هارفارد في أمريكا، وماجستير في دراسات الشرق الأوسط وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أستاذة شيرين حمدي معروفة لديكم طبعا، هي المدير العام لمدارس بورسعيد القومية للغات والمدير السابق لمدارس الحرية للغات، واشتغلت مستشار لرئيس صندوق تطوير التعليم في رئاسة مجلس الوزراء، ومراجع بهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية والأمريكية. وشيرين عندها ليسانس آداب تخصص إنجليزي من جامعة القاهرة، ودبلوم تربوي من جامعة عين شمس، وماستر من جامعة القاهرة، ودبلوم قيادة تعليمية من الجامعة الأمريكية في القاهرة. طبعا التايتلز حضراتكم شايفينها تحت الأسماء لكل حد. الأستاذ أحمد خيري طبعا انتوا عارفينه، إعلامي ومذيع في راديو 90 90. أحمد اشتغل كمقدم برامج إعلامية بشبكة قنوات الحرة والمحور والنيل، متخصصة ومدير إعداد لعدد البرامج الإعلامية، وقدم عدد من الأحداث الرسمية والرئاسية وتغطية زيارات الرئيس الخارجية. أحمد حصل على ليسانس آداب قسم إعلام من عين شمس، وعدد من الشهادات في المراسم والعلاقات العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. اتفضل. أستاذة أسماء، أستاذة أسماء الديب برضو طبعا معروفة لرجال التربية والتعليم، هي وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية سابقا، وقائم بعمل مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، واشتغلت وكيل لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومدير تعليم عام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير عام عدد من الإدارات التعليمية، ومدير لإدارة المدارس التجريبية. دكتورة أسماء حاصلة على ليسانس آداب فرنساوي ودبلوم تربوي وماجستير تربية وتمهيد رسالة الدكتوراه، ويسعدنا وجودها معنا في التدريب. الأستاذة حبيبة عز استشاري التعليم الفني والتدريب في الجي أي زد، المؤسسة الألمانية للتنمية، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرة، واشتغلت مستشار المهارات وتنمية القوى العاملة بمنظمة العمل الدولية اللي هي الاي ال او، وشاركت في تحرير تقرير التنمية البشرية بتاع اليو ان دي بي في 2016. حاصلة على بكالوريوس من كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، وماستر في السياسات العامة من جامعة باريس نانتير. طبعا دكتور رضا مش غريب عن الوزارة، دكتور رضا أبو سريع أستاذ متفرغ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة بنها، مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق لتطوير التعليم، ورئيس قطاع التعليم العام الأسبق. دكتور رضا حاليا بيدير مشروع الستيم مدارس علوم التكنولوجيا مع الوكالة الأمريكية للتنمية اللي هي اليو اس اي اي دي، وحاصل على بكالوريوس ماجستير في التربية من جامعة الزقازيق، ودكتوراه من كارديف في ويلز في سنة 90. دكتور رضا يبقى المشرف الفني على مشروعات المدارس اليابانية بالتحديد والمتفوقين. اتفضل دكتور. دكتورة حنان، دكتورة حنان جودة عميد المعهد العربي لإعداد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأستاذ مشارك العلوم السلوكية في كلية الإدارة والتكنولوجيا. اشتغلت لمدة عام منصب مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، مش غريبة عن الوزارة. دكتورة حنان حاصلة على الدكتوراه في الإدارة وتداخل الثقافات من جامعة، أعتقد أقولها صح بقى، اكس اوف بروفونس، اكس اون بروفونس. اوكي، اهلا دكتور حنان. دكتورة حنان تبقى مستشار الوزير للتدريب التربوي للقيادات والتنمية المهنية. انجي مشهور خبير شؤون ذوي الإعاقة والتربية الخاصة، ومدير العلاقات العامة والحملات المجتمعية، واستشاري الآباء بالجمعية المصرية للتوحد،
إنجي شاركت في إعداد وتصميم مشروع لتنمية قدرات ذوي الإعاقة مع المجلس التخصصي للتنمية الاجتماعية بالرئاسة، وحاصلة على البكالوريوس من جامعة القاهرة، وهتبقى مستشار الوزير لشؤون ذوي الإعاقة والتربية الخاصة. يسرى خبير التسويق والترويج، يسرى علام، اشتغلت في الوكالات الإعلانية العالمية 4 سنوات، وقسم التسويق بإحدى البنوك 3 سنوات، وهي خريجة البرنامج الرئاسي من أحد شباب البي إل بي، وحاصلة على بكالوريوس قسم التسويق والماجستير في الإعلام تخصص دعاية وإعلان من الجامعة الأمريكية. يسرى طبعاً وزير للتسويق والترويج، أو بالإنجليزي الماركتينج والبراندينج، أهلاً، تنتظر طفلة جميلة قريب جداً. أستاذة هبة رزق، هبة اشتغلت في الدولة في مناصب كتير، منصب مدير إدارة دعم المشروعات، وحدة البحوث والتطوير، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومدير المكتب الفني للتنمية الإدارية مع الدكتور أحمد درويش، وزارة التخطيط والمتابعة، وعملت مديرة مشروعات المرأة بوزارة التنمية الإدارية، ومدير مشروع مواطنة المرأة المصرية بالتعاون مع مجلس قوى المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمدير مشروع التسجيل الإلكتروني لعلاج فيروس سي في الحملة القومية الأولى. هبة التحقت بالتنمية الإدارية في 2010 بمشروع منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، حاصلة على الشهادة الدولية المعتمدة لإدارة المشروعات المعهد الدولي 2009، وبكالوريوس نظم المعلومات الإدارية 99. هي معاون الوزير للتخطيط والمشروعات القومية، وحاليا هي اللي ماسكة مشروع المدارس اليابانية. أهلا بك. أصغر عضو بقى في الفريق مصطفى مجدي، طالب بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية، عمل رئيسا لاتحاد طلاب مدارس القاهرة، وعضو بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر، وباللجنة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم، وعضو بالمجلس الوطني المصري للتنافسية، كل ده في 19 سنة، وشارك فريق إعداد رؤية مصر 2030 وصياغة عدد من خطط التعليم. مصطفى متدرب وعضو فريق العمل تطوعيا، بعتبره لسه بيذاكر يعني. اتفضل. نرمين، استاذ نرمين نعماني، برضه مش غريبه عن الوزاره. نرمين تعمل منذ 95 كبير مذيعين في قناه النيل الدوليه، ورئيس تحرير القسم الفرنسي، واشتغلت في وزاره التربيه والتعليم منسق للتعاون الدولي 9 سنين، وخبير ترجمه بمجلس الدفاع الوطني، وليها خبره كبيره في نظام البكالوريا الدوليه. نرمين تخرجت من آداب فرنساوي في جامعة عين شمس، ومعها ماستر في طرق التدريس من جامعة الليل للعلوم والتكنولوجيا في فرنسا، ودبلومة الإدارة بمعهد قومي للإدارة في فرنسا، وماستر في الإدارة المؤسسات التعليمية من سنغور بإسكندرية في مصر. فيسعدنا وجودها معنا. يعني زي ما انتم شايفين، هذا العدد من الخبراء بيغطوا مساحة كبيرة جدا بالإضافة للخبرات الموجودة. في مصطفى فوتنا مصطفى، لا مش فاكر فين مصطفى. مصطفى سوري، معانا مهندس مصطفى غالي. مصطفى غالي يعني مساعد، حاليا مساعد وزير التخطيط دكتور هالة السعيد في تكنولوجيا المعلومات، ومدير وحده البحوث والتطوير الانظمه الحكوميه، وله دور كبير قوي معانا، ومحاضر في برنامج اداره التكنولوجيا بجامعه النيل، متخصص في إدارة التكنولوجيا ونظم الاستثمار والجودة، والوحيد في المجموعة اللي زي بقى حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية سنة كنت جامعة القاهرة مصطفى، وماستر في هندسة النظم من أوكلاند، وماستر في إدارة التكنولوجيا من جامعة النيل، وحاليا المشرف على قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة. أهلا. فبالتالي تلاحظوا إن الستات متفوقين على الرجاله في هذا الزمن في كل حاجه، في اوائل الثانويه العامه واوائل الفني وفي الفريق، وتدرج الاعمار بيبدا من في ناس قاعده في وسطيكوا بقى من شباب تحيا مصر
في ناس قاعده في وسطيكم من شباب البي ال بي برضه برحب بيهم جدا. كلهم بيساعدوا معانا يعني مش قادرين، بس لو طلعنا كل اللي بيشتغل معانا هنا هيبقى حاجه زي الاوركسترا كده زي اللي في الاوبرا. طبعا برحب تاني بالقيادات الوزاره اللي موجوده كلها، مش محتاجين تعريف يعني. فان شاء الله الفريق نعمل مع بعض حاجه، هو فريق متكامل من ناحيه تخصصه. دلوقتي هنروح لعدد من المشروعات القوميه، كنت ذكرت بعضها في اسكندريه بس هحاول، اسكندريه ما كانش في فرصه نوري ارقام او خرائط، هحاول اوريكم حاجات عشان نحس الجهد بتاع كل الناس رايح فين. الجزء الواحد من الاهداف الاستراتيجيه لرؤيه 2030 كان موضوع الاتاحه. فاحنا في موضوع الاتاحه في جهد كبير جدا بيحصل في المنشات بتقوم بيه ثلاث مؤسسات: الأبنية التعليمية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية. كل الأجهزة دي بتشتغل في الموضوع ده. إحنا الأبنية التعليمية شغالة على الخطة الاستثمارية من 16 ل 18، دي بتتكلم على بناء 100 مدرسة في السنتين دول، 60,000 من الموازنة العامة بمعدل 30,000 فصل كل سنة من السنتين دول، و 40,000 فصل من خلال مشاركه مع القطاع الخاص والاستثمار. الموقف التنفيذي للمشروعات دي بيتغير طبعا كل يوم، بس اخر تقرير اللي هو في اول شهر 7 كان فيه هذا العدد من المشروعات والفصول، تقدروا حضراتكم تشوفوا الارقام. بالتالي يبقى في نسخه مطبوعه معاكم علشان ما تضطروش تحفظوا الارقام دي، وعشان يبقى المعلومات اللي بتنقلوها دقيقه يعني، هنقول حاجات كتير قوي فيها ارقام وفيها كده. ففي مشروعات اتسلمت، في مشروعات تم اسنادها وجري العمل فيها، وفي مشروعات في مرحله الطرح والاسناد، وفي حاجات لسه بتتجهز. المجموع بتاعهم 54,000 فصل، ده رقم كبير جدا نحاول نخلصه في السنه اللي بنتكلم فيها. توزيع الفصول دي على المحافظات اللي اتسلم قد ايه واللي جاري تنفيذه قد ايه واللي اتطرح، كل الارقام دي هتبقى معاكم محافظه محافظه. دي كلها توزيعهم على محافظات الجمهوريه. في حاجات من دي انشاءات جديده يا اما جديده تماما او احلال كلي، وفي حاجات رفع طاقه توسعات للمباني القائمه، وده التوزيع بتاعهم برضو. والنسب للإنشاءات الجديدة حوالي 46% والرفع الطاقة الاستيعابية 54%. المشاكل اللي بنحاول نحلها من بناء الفصول دي بتروح ما بين ارتفاع الكثافات لمشكلة الفترات الدراسية أو المناطق المحرومة أو زيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال أو مدارس بقى ذات طابع خاص زي ما هوريكم دلوقتي. المدارس الياباني بالتعاون مع الجانب الياباني تم الاتفاق على تصميمات معمارية عشان يبقى ليها شكل معين وطابع معين بالعين وبالأداء نفسه، تكوين المدرسة نفسه جزء من النظام الياباني متعلق بالطبيعة المعمارية للمدرسة وتوزيع الفصول. ليهم اشتراطات كتير جدا، ان ما يبقاش فيه بيبان ويبقى الفصول مضاءة بشكل معين وحاجات كده، والفرش بتاعهم له اشتراطات. فالفصول دي النماذج بتاعت المدارس من اول 11 فصل لحد 40 فصل في ثلاث مقاسات، هيبقى شكلهم يعني زي الصور دي. عدد المدارس اللي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه هي المسؤوله عن بنائهم، هم اول مجموعه 45 مدرسه بس هم هيسلمونا 28 مدرسه يوم 15 اغسطس بعد اسبوعين. وتوزيع ال 28 دول على المحافظات زي الصوره دي، هنا تقدروا تشوفوا في كام مدرسه ياباني في كل محافظه بيتم بنائهم حاليا، متوزعين بهذا الشكل، ودول هيزيدوا لحد ما يبقوا 100 مدرسه. بس المرحله اللي احنا فيها بنتكلم على 28 مدرسه، الموقف الانشائي بتاعهم يعني هي حرب اعصاب، لانه الهيئه الهندسيه شغاله، الابنيه التعليميه شغاله في الفرش، احنا شغالين مع هبه في تدريب المعلمين والقرارات الوزاريه والصرف على المشروع، ففي كذا حاجه ماشيه بالتوازي. لو رحنا نشوف المواقع هنلاقي مراحل مختلفه في الانجاز. عندي صور كتير قوي زي دي بس انا بوريكم لقطه يعني عشان نشوف
على الارض. طبعا المنظر ده بيتغير بسرعه جدا، فالصوره دي قديمه، الصوره دي بقى لها شهر ونص، فاحنا المفروض ناخد المدارس منهم على 15/8 ونفرشها خلال 10 ايام عشان نبقى جاهزين بالتوازي مع المعلمين. في غير المدارس الياباني، وهنتكلم عليها اكتر لو حبيتوا، مدارس الياباني زي ما حضراتكم عارفين اساسها فكره بناء الشخصيه عند الطلاب من خلال الانشطه ومن خلال حاجات كتير قوي معموله في الديزاين ده، ممكن نتكلم عليها اكتر. مدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا بتهيألي حضراتكم عارفينها بقى لها مده، اللي هي الستيم، الدكتور اللي حاليا مسؤول عن ادارتها، و دي بتاخد الاوائل بتوع الاعداديه عشان نطلع جيل من المبدعين والباحثين في العلوم والرياضيات بالتحديد. عشان كده بتعلمهم مهارات الجديده بقى، اللي هي حل المشاكل، البروبلم سولفنج عن طريق الانوفيشن، الابتكار والاختراع والاعتماد على النفس، بيشتغلوا مع بعض في تيمز، ما عندهمش امتحانات، عندهم تعلم قائم على المشروعات، بيعملوا مشروعات تخرج، مشروعات بحثيه. الفكر الجديد ده مش حلم، ده اتطبق وناس بتخرج منه، تعلمنا احنا كمان منه كتير، متمكنين من اللغة بجانب العلوم والرياضيات. في مناهج كاملة للمواد الدراسية بالشكل ده اتعملت واتطبقت، وطرق تقييم طبعا واختبارات حديثة، فدي تجربة ممكن الاستفادة منها في حاجات أخرى. فيها بنوك اسئله بتستخدم في الاختبارات المختلفه، وعندهم مجموعه كبيره جدا من المعامل، حاجه اسمها الفاب لاب فابريكيشن او معمل التصنيع، الكترونكس لاب، في 11 مدرسه منها، والرئيس طلب على الاقل مدرسه في كل محافظه، يعني 27 كمان غير ال 11 دول. ال 11 الموجودين دي مدارس داخلي، الجداد بنشوف لو كنا نقدر نعمل نموذج منها بس مش داخلي عشان نقلل شويه التكلفه، لان تكلفه مدرسه زي دي بتبقى عاليه جدا عشان المعامل والتجهيزات ونوعيه المدرسين اللي فيها. ف طبعا في مشروع تاني اللي هو مدارس النيل، بس مش عاوز بقى ادخلكم في حاجات كتيره جدا. مدارس النيل احنا في 3 مدارس نيل هتفتح في سبتمبر، وفي شركه اتعملت، شركه للمشروعات التعليميه احنا شركاء فيها مع تحيا مصر، مع هيئه المجتمعات العمرانيه. هيئه المجتمعات العمرانيه بتبني لنا الثلاث مدارس دول، برضو ليهم مواصفات خاصه. مدارس النيل فيها منهج مصري تم بالتعاون مع كامبريدج، وتم تطبيقه في مدارس النيل اللي موجوده اوريدي، ولها اسلوب تقييم مختلف، والاهم فيها انها بتدي شهاده مصريه، مش بتدي شهاده انجليزي، بتدي شهاده اسمها شهاده النيل الدوليه. ده بالنسبه لنا في خطط الوزاره مشروع مهم جدا، لان احنا بنشوف النجاح في الياباني، بنتعلم من الياباني والمتفوقين والنيل، وبعدين بعد ما نخلص كل ده عاوزين ندور على توليفه مصري، منهج مصري في الهويه المصريه، ماشي على ستاندرز اجنبيه، نركب فيه كل اللي اتعلمناه، احسن ما في الياباني، احسن ما في المتفوقين، واحسن ما في النيل، ونطلع حاجه بتاعتنا هي اللي ننشرها في مدارسنا في الحكوميه. في مشروع اتكلمنا عليه كتير بس عاوز اقول عليه كلمتين زياده، اللي هو اسمه المعلمون اولا. ده كان عملته مؤسسه الرئاسه على مدار السنتين اللي فاتوا، وتدربوا فيه 10,000 معلم، ده برضه اتعلمنا منه كتير. الاساس المرجعي للمشروع ده كان شغل اتعمل في اليونسكو، انا معلش الصوره دي بالذات بالانجليزي ما لحقش بقى ترجمه، بس بوريكم ان في اساس للموضوع ده. اليونسكو اشتغل سنه 2008 و2011 على اطار مرجعي لمهارات المعلمين، عشان العالم لم يتفق على المهارات بتاعت المعلمين، كل دوله ليها حاجه شبه. الاطار المرجعي ده اليونسكو خده وصوتت عليه الدول الاعضاء، وبالتالي اصبح مرجع في الدول كلها وبيطبق في العالم كله، والبنك الدولي ماشي عليه وكل الناس ماشي عليه. انا كنت يعني المسؤول عن المشروع ده لما كنت في اليونسكو، وبالتالي من باب اولى ان احنا نطبقه يعني عندنا، لان احنا اللي عاملينه اصلا. بس ده كل مربع من دول او كل
موديول عباره عن كورس في حد ذاته، كانه كورس. الكلام ده اتعمل واتنشر سنه 2008 واتنشر نسخه ثانيه وموجوده بالعربي، اطار الجدارات اذا حبيته بتاع المعلمين. ده اللي اتبنى عليه مشروع اسمه المعلمون. اولا خدنا الجدارات اللي اليونسكو قررها دي وحولناها لاداء المعلم جوه الفصل. ففكره المعلمون اولا اللي تختلف تميزه عن اي تدريب تاني، انه مش تدريب ان احنا ناخد المدرسين نقعدهم في فصل. المعلمون اولا احنا اللي بنروح للمدرس في الفصل بتاعه، ما بنطلعوش من الفصل بتاعه. احنا عاوزين اداؤه يتغير في الحتت اللي بنشوف المدرس محتاج فيها دعم، استخدام التكنولوجيا، تكوين فريق عمل، انه ياخد فيدباك او رد فعل الطلبه، يشركهم، يحمسهم مع الاداء. كل الحاجات دي اداء للمعلم، مش ندور على معلومات المعلم في الرياضيات او في الكيمياء او في تخصصه قد ما احنا بنشوف اداؤه كمعلم. وده ماشي على المنهج بتاع اليونسكو وده جربناه. وطريقه قياس التغير في الاداء هي اللي برضه مهمه، والمهندس مصطفى بيشتغل على اللي اتعلمناه منها بقى، والدكتوره دينا بنشوف هنطبقه ازاي. كل معلم في المعلمون اولا مع كارت ذكي يحمله، الكارت ده بيقيس تغير ادائه طول الوقت يوم بيوم. مفيش امتحانات في المعلمون اولا، المعلمون اولا بنقيس تغير الاداء طول ما هو ماشي، طول ما هو في الفصل. فعلى مدار شهرين ثلاثه بنشوف ازاي تطور المعلم يعني. وده اسلوب في التقييم جديد جدا، اللي هو مش معتمد على امتحان كل شهرين، ده بيقيس تغير الاداء بتاع الطالب طول ما هو بيعمل تغير او بيعمل حاجه جديده. ده مشي كويس جدا، وفي ناس متهيألي معانا من اللي خدوا التدريب ده يقدروا يتكلموا عليه احسن مني. ده هيبقى اساس لحاجات كتير بنعملها في المستقبل. اللي برضه هيبقى اساس لحاجات كتير، هنا احنا بنتكلم على التنميه البشريه للمعلمين في المعلمون اولا، لازم يبقى عندي الناحيه الثانيه محتوى، يبقى عندي محتوى علمي، محتوى التعليمي نفسه. المحتوى التعليمي برضه جه من مشروع بقالنا سنتين في الرئاسه بشتغل فيه. الكلام ده اتعمل في الرئاسه لان كنا شايفين رايحين فين. كنا عاوزين المعلم وعاوزين المحتوى وعاوزين بنيه تكنولوجيه عشان نركب العناصر دي على بعض. البنك المعرفه هو استثمار في العلم، استثمار في المعرفه. والرئيس امر ان عيد العلم يبقى يوم 6 اغسطس الجاي. فبنك المعرفه اتولد في عيد العلم 14 وفات عليه سنتين. مشروع كبير جدا، هو حاليا يعد اكبر مكتبه من نوعها رقميا، فيها محتوى رقمي على الكلاود، متجمع من مصادر كتير. وغالبا ما يسال الناس هو ايه الفرق بين الانترنت وبين بنك المعرفه. الانترنت المفتوحه ببلاش دي مش مرجع، لان اي حد ممكن يكتب فيها ما بتتراجعش. فدقة المعلومات الموجودة على الإنترنت ما نقدرش نضمنها. لازم أنا وأنا بقرأ أبقى حريص أعرف دقة المعلومة دي. المراجع اللي اشتريناها وجبناها جوه بنك المعرفة دي بقى متراجعة. يعني ما ناخد حاجة زي بريتانيكا، بريتانيكا دي الأساس فيها إنها متراجعة. مرجع نقدر نستند إليه. دور النشر زي سبرينجر ونيتشر وناشونال جيوغرافيك معروفة جدا للي بيدرسوا علوم وهندسه وطب وكده، لانها مرجعيه هي اللي بتنشر الدوريات العلميه. كل الدوريات العلميه بتاعت العلوم والرياضيات والاقتصاد والطب موجوده عند الناشرين دول. فاحنا رحنا لاهم 30 ناشر حول العالم، من ضمنهم اسامي كتيره جدا، خدنا منهم حاجات كتير. خلت بنك المعرفه بنك قومي لمحتوى رقمي موثق متراجع في كل مجالات المعرفة. ده بيغطي من الحقوق والزراعة والاقتصاد والاداب والفلسفة للنانو تكنولوجي والطب وخلافه. في نفس الوقت هو مرجع معرفي للتعليم الاساسي بالنسبة لنا هنا في وزارة التربية والتعليم. هيبقى ده مرجع عليه مناهجنا وعليه كل ما يخدم مناهج التعليم الاساسي، وبنفس الشكل للتعليم العالي البحث العلمي، واساس معرفي للنظام الجديد اللي عاوزين نعمله. وهنحط عليه ليرنينج مانجمنت سيستم عشان يبقى نظام قومي للتعليم الالكتروني اللي احنا بنحاول اتكلمنا عليه كتير جدا، والتعليم عن بعد والتعليم المدمج. كل الحاجات دي هتتكون من خلال مساحه بنك المعرفه.
اللي أضيف حديثا إن إحنا بقى عندنا دار نشر مصرية للدوليات الألمانية، ودي حاجة كبيرة جدا. إحنا كنا بننشر دايما عن طريق الأجانب، عن طريق ندفع لهم فلوس عشان مجلاتنا تطلع بره. دلوقتي إحنا بقينا نوفر الفلوس دي وننشر، ونقدر ننشر لينا ولغيرنا زيهم بالظبط بنفسهم يعني من خلال بنك المعلومات. فدي اسامي كده لبعض الناشرين جواهم كامبريدج واوكسفورد وبريتانيكا وديسكفري وحاجات كتير قوي ثروه عظيمه جدا. اهم ما فيها ان احنا الدوله الوحيده اللي خدت حاجه بالمنظر ده وفتحتها ل 90 مليون مواطن بلا تكلفه. ده مهم جدا ان المستخدم المصري اي مواطن مصري بالرقم القومي يقدر يخش هنا. لو سأل ليه الرقم القومي؟ لأن التعاقد بيقول ده متاح للمصريين على أرض مصر. الشرطين الجنسية المصرية اللي بنتحقق منها بالرقم القومي، والآي بي اللي طالع من الجهاز اللي طالع منه الريكوست يكون جوه مصر. في حاجات كتير قوي بتتعمل حوالين المشروع ده، شراكات مع وزارات كتير قوي، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء، أكاديمية البحث العلمي، الأزهر، القوات المسلحة من المستخدمين الكبار جدا للبنك ده. عملنا تدريب كتير جدا، في شغل كتير قوي هنا مش هدخل فيه يعني بالتفصيل. الشركاء بتوعنا اللي هم مش بس احنا رحنا خدنا منهم محتوى، احنا اقنعناهم ان مصر بتغير نظام التعليم، مصر عندها هدف. فهم اللي موجوده على بنك المعرفه اللي بتخدم الدروس دي. فشركة زي ديسكفري عملت الكيو ار كودز اللي حضراتكم شايفينها السودة دي، اللي بتيجي زي المنتجات كلها بيبقى عليها الكود ده، لو عدينا التليفون بتاعنا عليه يروح مدخلك على طول على فيديو او على مقالة ليها علاقة بالدرس اللي هو بيذاكره في اللحظة دي. برضو شركة امريكاني زي ديسكفري عربت المحتوى بتاعها وعملته لنا، خدوا المنهج بتاعنا، عشان كده عاملين صفحه للثانوي والاعدادي والابتدائي جوه بنك المعرفه. بيذيعوا كل يوم 3 ساعات على الهواء، يوم الاحد بيذيعوا افلام عن العلوم، يوم الاثنين عن الرياضيات، يوم الثلاث في حاجات ثانيه. ففي شغل كتير قوي معمول هنا لسه ما عرفناهوش، او ما هنحاول ندرب المعلمين على استخدامه ونربطه بالكتب وندخل الطلبة عليه عشان يستفيدوا من ثروة زي دي. بعد ما كده خدنا لقطة سريعة عن بعض المشروعات اللي بتحصل، وفي غيرها كتير الحقيقة، هنروح لمجموعة من التساؤلات، مجموعات مختلفة نعدي عليها قدر الإمكان، جمعناها من التساؤلات اللي بنشوفها من أولياء الأمور أو الطلبة أو كده. موضوع الصف السادس الابتدائي، انا مش هعيد الكلام المكتوب يعني احكام الماده كذا كذا وقانون التعليم وكده، انما القرار الجديد ان احنا هنعتبر الصف السادس الابتدائي سنه نقل عاديه، مش هنلغي سنه سته زي ما هي، بس بدل ما تبقى شهاده تبقى سنه نقل عاديه. الاختلاف الوحيد عن سنه خمسه ابتدائي ان تصحيح الامتحان اللي بيتم على مستوى الاداره هيكون عن طريق معلمين من مدارس غير مدارس الطلاب عشان نضمن جديه الامتحان، انما كده هتبقى سنه نقل عاديه. ده لوحده خد ساعات من اولياء الامور، فده الاجابه. في كتاب كنا اتكلمنا عليه قبل كده، كان تم بالتعاون بين الوزاره سنه 14 تقريبا مع اليونسكو، ساعتها انا في اليونسكو بقى او اشتغلت فيه لما كنت في اليونسكو. الكتاب ده اسمه القيم والاخلاق والمواطنه، وده اتعمل وتراجع، وشيخ الازهر راجعه، وزاره الاوقاف، والبابا توادروس. كتاب جميل جدا. احنا خدنا قرار في مارس اللي فات ان احنا كان في رئيس قطاع التعليم دكتور رضا، ومدير مركز تطوير المناهج دكتور حازم، وعملنا 3 كتيبات للانشطه لاول 3 سنين في الابتدائي، هنتكلم فيهم على قيم زي التسامح والتعاون وقبول الاخر والسلام مع النفس واحترام العمل والمواعيد والولاء والانتماء. كل الحاجات دي موجوده في الكتاب ده، هنعالجها من خلال انشطه فيها حكايات للاطفال او اغاني او لعب،
ونحط ارشادات في الهوامش عشان المدرسين يعرفوا الهدف من النشاط والقيمه اللي فيه. اللجنه هتنتهي من اعداد الكتيبات دي في نهايه شهر 8 اللي احنا فيه زي ما قلنا في مارس اللي فات، فده هندرجه كخطوه اولى في معالجه موضوع الهويه برضه كخطوه اولى لادخال بنك المعرفه في العمليه التعليميه سواء من ناحيه المعلمين او من ناحيه الطلبه. بصينا على المواد التعليميه الموجوده، المواد اللي على بنك المعرفه بتتغير لانه سوفت وير سهل قوي ان احنا نغيرها، فاحنا بنضيف فيها كل يوم. فعلى بال ما السنه الدراسيه تبتدي هيكون في حاجات كتيره جدا اتزودت على بنك المعرفه تخدم التعليم بتاعنا، المنهج بتاعنا الحالي في السنين الابتدائي والاعدادي والثانوي. بصينا على مناهج العلوم والرياضيات كخطوه اولى خصوصا في سنه اولى وثانيه ثانوي بعيدا عن الشهادات، وجربنا نطبع لاول مره يعني كتب العلوم والرياضيات اللي هم الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات. قللنا الكلام المكتوب واستبدلناه بروابط تخلي التلميذ توجهه يقرا مش موضوع واحد، اكتر من موضوع عن الدرس ده، هيشوف افلام، يشوف مقالات، يقرا في حته مكتوبه بطريقه افضل، مكتوبه بطريقه مختلفه، يقدر يتعلم منها بشكل جديد. ده هيغير شكل هنشوف هنتفرج على التجربه ونشوف ماشيه ازاي، ونشوف المعلمين استجابوا لها ازاي، ايه المشاكل ونحلها. زي اي حاجه الناس بتبتديها لازم هيبقى فيها بعض العقبات في الاول هنعالجها مع بعض، بس الهدف هنا يستحق لانه فتح المجال للناس تتعلم من اكتر من مصدر مش مصدر واحد، ده خطوه مهمه جدا في التطور يعني. على فكره الحاجات دي لما بنسال الطلبه بيتحمسوا لها جدا، لو سالنا اولياء الامور او الكبار مننا يخافوا جدا، فانما الطلبه بيحبوها خالص مش مقلقين منها اطلاقا. ممكن المعلمين يقلقوا او اولياء الامور يقلقوا، احنا نقلق، هم بقى مش قلقانين. وبما انه بالنسبه لي انا الطالب هو الهدف بتاع كل اللي احنا بنعمله، فاحنا لازم نعمل ما هو مفيد ليهم مش ما هو مريح لينا، يعني فرق كبير جدا. موضوع تخفيف المناهج، طبعا كلمه تخفيف المناهج كلمه مش مريحه لاي حد بيشتغل في التعليم او اي حد مختص بالتعليم، لانه بيعتبرها يعني نوع من الاستخفاف بنظريات التعلم لما الناس تتداول كلمات زي كده. ولكن انا استخدمت العنوان ده بس عشان نفهم احنا بنتكلم على ايه. احنا بنحاول نعمل خطوات متتابعه في المناهج بس مدروسه، ما نقدرش نشيل حاجات كده نبوظ بيها منتجات التعلم او الليرنينج اوت، انما في حشو في تكرار حاولنا نشيله في كتب اولى وثانيه ثانوي. مش عاوزين نخل بالتنظيم المنطقي للمواد ولا مصفوفه المدى والتتابع، ولكن دي نعتبرها الخطوه الاولى من خطوات كثيره لاحقه. في نسب تعديلات وتخفيف في مواد مختلفه بنسب مختلفه، في أنشطة ورا كل درس سيبناها زي ما هي، بس في أنشطة في آخر الكتب دي كانت مبالغ فيها جدا وبتتعمل لأسباب مش شرط تكون خاصة بالعملية التعليمية، سيبناها بس نقلناها تبقى في صورة تفاعلية بيعملوها الخبراء الاي تي في الوزارة عشان تتحط على موقع الوزارة وعلى بنك المعرفة، هتكون موجودة بس لو عرفتوا ده يوفر لنا قد إيه كمان في الطباعة. إحنا بنطبع كتب ب 2 مليار جنيه كل سنة، وده رقم ضخم جدا. من ضمن أهداف الوزارة هي ترشيد هذه النفقات والانتقال زي ما العالم كله رايح مع الوقت لتحسين البنية الرقمية والاستفادة من الثورة اللي احنا عايشين فيها. فهنا خدنا التمرينات دي في معظم الكتب يعني اللي في آخر الكتاب وديناها تبقى ديجيتال تبقى إلكترونيك، وفي تعديلات في المحتوى في مناطق مختلفة بنسب متفاوتة. وأثناء السنة الدراسية الشغل ده هيفضل مستمر يعني، والسنة شغالة ممكن نبعت للإدارات نقول لهم شيلوا الجزء ده، لأن إحنا مرتبطين بأوقات للطباعة وأوقات للمناقصات، ما عندناش حرية كاملة إن إحنا نعمل نسيبهم مستنيين لحد ما نخلص ده. في سبتمبر لازم تبقى فيه نسخة من الكتب موجودة، فكان لازم نقف في حتة معينة ونقول لهم اطبعوا الموجود ده.
ففي النسخه اللي هتبقى معاكم هتقدروا تقروا الارقام دي، مش عاوز ازهقكم بيها. يعني موضوع الميد تيرم، الحاجات دي كلها في قرارات وزاريه كانت بتحكمها. في قرار هنا سنه 11 كان صادر بشان التقويم الشامل لمرحله التعليم الاساسي في الابتدائي واعدادي، وكان بيتكلم على امتحانات نص السنه والكوارترز وبتاع. فالصوره البسيطه اللي انا رسمها دي بتقول ان في يعني نصين، السنه متقسمه نصين كده ترمين، في كوارتر اكزام وفي امتحان نص سنه وامتحان اخر السنه. القرار الجديد ان احنا الامتحان اللي هو نقول عليه كوارتر او الربع الاول من الترم الاول ده مش هيخش في المجموع، يعني ده امتحان تدريب، نعتبره تدريب عشان امتحان نص السنه. ونفس الشيء في الربع الثاني، وبالتالي اللي بيمتحن الترم الاول بيذاكر النص الاولاني من السنه، اللي بيمتحن الترم الثاني بيمتحن النص الثاني من السنه، والامتحان اللي في الوسط ده مش داخل في المجموع، ده امتحان للتدريب اكتر ما هو ياثر على المجموع. موضوع بقى الرسم والكمبيوتر النظري وموقفهم من المجموع، بس عاوز اقول ان الرسم والكمبيوتر مادتين مهمين جدا لاسباب مختلفه، بس كمان عشان الاعتراف بالحق فضيله قد لا تكون في اللحظه الحاليه الوزاره قادره انها توفر منهج الكمبيوتر بالصوره اللي نفسنا فيها. يعني ما يبقى نظري والناس ما بتشوفش الكمبيوتر او ما فيش المدرس المناسب او كده، برضو موقف صعب نطلب من الولاد ان ده يبقى في المجموع وهو ما بياخدوش صح. نفس الشيء في الرسم، ولكن في المستقبل دول مادتين يهمونا جدا، بالعكس احنا عاوزين الكمبيوتر يبقى ماده اكثر تواجدا، بس مش بالشكل اللي بتدرس بيه حاليا. فبغض النظر بقى عن الدباجه، القرار اللي هنمشي عليه لحد ما نحسن تدريس الرسم والكمبيوتر في المدارس هو انه هتبقى ماده نجاح وسقوط، يعني باس فيل، بس مش هتخش في المجموع في اي سنه من السنين. اوكي؟ لحد ما نحسن الباقي، فكده ما تاثرش على المجموع اعترافا بانه لسه الامكانيات مش سامحه لنا نحاسب عليها الطلبه بالظروف دي. قد تكون في مدارس افضل من مدارس المدارس، بس انا عايز واحنا بنقول كده اقول للاهالي وللطلبه وللمعلمين دول مادتين في غايه الاهميه، فالمدارس القادره على انها تعمل فيهم شغل كويس مفروض تعمله لانه ده مفيد جدا جدا. بس من حيث القرار اللي بينتظره بعض اولياء الامور ده اللي قررناه في كذا الصدر. موضوع المعلمين، احنا الفتره اللي فاتت حضراتكم عارفين انا دايما بكرر قد ايه احنا شايفين المعلم عنصر الاول الاساسي في اي حاجه عمالين نتكلم فيها. فالمعلم القادر الممتاز اللي كان عندنا في مصر زمان هو اللي احنا بنحاول نسترجعه، واحترام المعلم اللي كلنا اتربينا عليه برضه بنحاول نسترجعه مع بعض. وفي مشاكل متوارثه للمعلمين معظمها اداري ومادي وكده، من اهتمامنا بيهم كان لازم نبص على ده ونحاول قدر الامكان نصلحه. فبس استعرض معاكم عملنا ايه في الاريا دي، وفضل في ده لزملائي طبعا في الوزاره مش قادر اسميهم. الدكتور محمد عمر كان ماسك لجنه كبيره جدا، ومعاه الجماعه الاكاديميه دكتور صلاح رومين، دكتور جاويش، استاذه ناديه، استاذه عدد كبير جدا، كل الادارات اللي ساعدتهم. يعني احنا قدرنا في الاخر نعدل مواعيد التقدم للترقيات في الاكاديميه المهنيه للمعلمين عشان نستوعب 316,000 معلم للترقي، وبالتالي كده يبقى نقدر السنه دي نرقي 516,000 معلم. ده رقم كبير جدا، كان في مشاكل اداريه. وبنعد حاليا برنامج متخصص مبني على برنامج المعلمون اولا اللي ذكرته، بس اصغر فيرجن منه صغيره عشان نستخدمه في الاكاديميه في اهداف اخرى. يعني مثلا في عدد من المعلمين حوالي 7076 من معلم من مسابقه 30,000 كانوا تعثروا ان هم يقدروا يحققوا شرط محو الاميه اللي كان شرط في التثبيت. طبعا لو هنمشي بيروقراطيا ونروح نسال مستشار قانوني وبتاع يقول والله ما عملش الشرط يتفصل. ده الحل البيروقراطي. في حل سياسي انساني عملي، احنا قلنا طب ندي لهم
بلاش نمشي في الحل البايخ ده، نعمل حل تاني نديلهم بدائل. وخدنا طبعا موافقه من مجلس الوزراء، لانه ده كان الشرط، ده كان شرط مجلس الوزراء للتسكين، كان لازم ناخد رايه وموافقته على التعديل، انه اللي ما نجحوش في شرط محو الاميه نسمح لهم ببدائل اخرى. ما عرفتش تعمل شرط محو الاميه، طيب خش برنامج المعلمون اولا، على الاقل نستفيد انه يبقى ينمي قدراته او يحسن اداؤه يعني، او المشاركه في موضوع القرائيه او تحسين التعلم في السنوات الاولى، ده يهمنا جدا، او خدمه عامه بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي. فاحنا استبدلنا الشرط اللي كان هيضيع 7000 معلم بثلاث بدائل ينقي منهم. وبعدين عملنا إعادة تعاقد مع 3149 معلم سبق التعاقد معهم سنة 2013، وكان ناقصهم شروط، ما عملوش مثلا دبلوم التربية في السنتين الأصليين ولا في السنة الزيادة، وبيطالبوا بالتثبيت. فقانونا برضو قانون بسط ما بيفكرش، قانون بيقول لا. فخدنا استثناء عشان يستوفوا شهادة الصلاحية، خدنا استثناء ان هم لو اجتازوا برنامج المعلمون اولا يتثبتوا رغم ان هم عدوا المدد القانونيه. فلو جمعنا حضراتكم الارقام دي هتلاقوا انها تشغل ناس كتير جدا، الوف من المعلمين. موضوع تاني كبير جدا موضوع المسابقات المحليه. كل دي توابع مسابقه ال 30000. كان في 4000 وظيفه ما اتشغلوش في مسابقه 30000 وتوزعوا لسد العجز في المحافظات المكتوب اساميها. ف اتعمل مسابقات محليه، وكان في طبعا ناس بتقول لا المسابقات المحليه دي مش دستوريه، مع انها واقعيا مفيده، لانه اللي بيحصل لما بنعمل مسابقه قوميه للاسف معظم المعلمين بيبقوا عارفين الشروط، عارفين المرتب وعارفين شروط المسابقه، أول ما ينجح في المسابقة يعترض على المرتب وعلى مكان التعيين لازم، وبالتالي يصنع لنا مشكلة جديدة اسمها مشكلة المغتربين. مغتربين في القاموس ده معناها إن أنا اتعينت المحافظة مش عجباني، مع إن ده كان مكتوب في الشروط. ومع ذلك مشكلة المغتربين دي ورثناها وحاولنا نرجعها. لما نرجع المدرسين المغتربين يحصل فجوة، المحافظات اللي سابوها دي محافظينها بيقولوا انتوا خدتوا مننا مدرسين، ما عندناش مدرسين، فهو بنحل له مشكلته هو بس بيعمل لنا مشكله ثانيه. اللجنه اللي كان ماسكها الدكتور محمد عمر كانت عاكفه على كل الليسته اللي انتوا شايفينها دي، بس احنا ما بنحاولش نحل المشاكل للافراد او لمجموعات معينه، بناخد المشكله ونعتبرها جرس انذار نحلها من جذورها بقى. فاحنا كنا عاوزين نحلها عشان ما تكررش تاني. المغتربين سواء من المسابقه او من خارجها حصرناهم، الحصر ده لوحده كان يعني عمليه صعبه جدا، وعملنا اليه عمل جديده تنظم التعاقد الجديد مع المعلمين المساعدين عشان ده ما يحصلش. وهنعمل نظام جديد للتعيين المعلمين بحيث يبقى زي وزاره الخارجيه كده او زي الداخليه، لازم المعلم يخدم بره بلده عدد معين من السنوات عشان يترقى، زي بالظبط اللي بيتعين في الخارجيه بيروح السفير ويرجع تاني. نعمل يعني لازم يبقى موجود، ما هنكتبه وبعدين نعرضه على حضراتكم. رئيس الوزراء برضه وافق ان المحافظات الحدوديه او النائيه اللي يتعين فيها هياخد مزايا هائله في موضوع الاسكان الاجتماعي وفي المرتب علشان نجذب المعلمين لمناطق زي حلايب وشلاتين والوادي الجديد، يبقى ليهم مزايا واضحه جدا. كمان عملنا تقنين لحوالي 11464 معلم مساعد مغترب، دول اللي بتكلم عليهم، ونقلنا اوريدي 3378 يوم 22 يونيو لمحافظات الاقامه الاساسيه، وقعدنا توزيعهم لعلاج العجز على مستوى الجمهورية مع كل محافظة. وبعدين عشان نحل برضو مشكلة الاغتراب دي المحافظات، عملنا اتفاقيات مع مشيخة الأزهر. الأزهر عنده المعاهد الأزهرية عنده معلمين وعنده أماكن. نفس الشيء وزارة الثقافة والشباب عشان نستفيد من القوى البشرية اللي قد تكون نقدر نستغلها، يشتغلوا معانا احنا الاثنين في الاتجاهين يعني، عشان نتدارك العجز في المعلمين وفي المباني وفي الخدمات. فبنجمع الخدمات سواء أماكن أو معلمين بين الثلاث جهات. ثبتنا من يومين
21,546 معلم مساعد، وده انتصار كبير جدا من مسابقة 30,000، ورقينا اوريدي 123,828 في تاريخ 8 ابريل 2017. ودلوقتي بنمول وبنبني وبنتحرك عشان نطلق المرحلة الثانية من برنامج المعلمون اولا، اللي عاوزينها تغطي، احنا كنا اهدافنا صغنطوطة في الاول بقى كان 10,000 معلم، دلوقتي عاوزين نوصل لنص مليون معلم خلال ال 24 شهر الجايين. بنفكر برضو في إعادة النظر في هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين، لأنها دورها مهم جدا، وبننسق بين إدارات الوزارة، فيها جهات كتير قوي بتقوم بالتدريب، فعاوزين ننسق بينهم بين إدارات التدريب بالوزارة والهيئات التابعة ليها زي محو الأمية، مراكز التدريب التابعة للوزارة والأكاديمية، ومركز سيرس الليان، قطاع التعليم الفني، فده برضو في ناس قاعدة بتشتغل على ده. وبنعمل قواعد بيانات لحصر العجز في المدرسين في التخصصات المختلفة في المحافظات أو الزيادة عشان نعيد استغلالها. أنا بس عاوزكم تبصوا تاني على السلايد دي، الأرقام تمس معلمين جدا، أي حاجة لو حضراتكم مسجلين اللي قلناه في شهر 2. تابعنا مشاهدينا الكرام جانبا من وقائع هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بشان المنظومه التعليميه في مصر، تحسين وتطوير هذه المنظومه. في البدايه بالطبع عرض الوزير الفريق المعاون له من كل المجالات، والهدف في النهايه هو تطوير وتحسين التعليم بكل انواعه، وايضا اتاحه التعليم والتدريب للجميع بجوده عاليه. تحدث كذلك الوزير عن التنميه البشريه للمعلمين وتطوير المحتوى العلمي والبيئة التكنولوجية، ثم استعرض أبرز المشروعات المتعلقة بالتعليم في مصر كإنشاء مدارس جديدة أو بناء فصول جديدة، وطرح الأفكار والرؤى والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في إطار تحسين وتطوير العملية التعليمية في مصر وفق رؤية 2030 التي تم طرحها بكل تفاصيلها بالطبع من خلال المؤتمر الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمر الشباب الذي عقد منذ أيام في الإسكندرية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، نواصل متابعتنا وتغطيتنا الإخبارية على مدار الساعة، فكونوا دائما على شاشة النيل للأخبار.